بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي منسوب شركة آفاق التعليمية بالصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم اليوم على موعد مع التقويم التجميعي للوحدة الخامسة. نجيب معا عن هذه التدريبات، والسؤال الأول أو التدريب الأول: أحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع وحروف. يريد مني أن أقوم بقراءة الكلمات قراءة جيدة وتحديد الحروف التي لا تنفصل عن بعضها سواء كان في النطق أو في التحليل. فهناك حروف كما ذكرنا آنفا في الدروس السابقة أنها لا تنفصل عن بعضها، ومنها اذكروا منها واحدا، أحسنتم بارك الله فيكم، ال، فالألف واللام لا تنفصل عن بعضها. مثال آخر: المقطع الساكن، كذلك أيضا المقطع الساكن، فالحرف الساكن نقول عنه حرف، بارك الله فيكم، حرف خواف لا يمكن كتابته وحده أو نطقه وحده، بل ينطق مع الحرف الذي قبله. كذلك عندنا أيضا المد والممدود، بارك الله فيكم، لا ينفصل المد والممدود في التحليل. وهنا سنقوم بتحليل هذه الكلمات. نقرأ الكلمة الأولى فنقول نظافة، نظافة، وأظنكم قد حددتم ما هي الحروف التي لا تنفصل في هذه الكلمة. نعم، هنا عندي المد والممدود، حرف الظاء مع حرف المد الألف، فنكتب النون وحدها، نكتب النون وحدها في أول الكلمة، حرف النون بهذا الشكل، ثم نذهب لكتابة حرف الظاء مع حرف الألف، حرف الظاء مع حرف الألف، المد والممدود في مربع واحد، ثم حرف الفاء، ثم التاء المربوطة في آخر الكلمة بهذا الشكل، وبهذا نكون قد قمنا بتحليل الكلمة تحليلا صحيحا. نقرأ الكلمة الثانية صغير. ها، حددتم الكلمات تنفصل، أيضا المد والممدود، فهنا عندنا حرف المد الياء مع حرف الممدود حرف الغين، ونذهب لكتابة حرف الصاد في أول الكلمة وحده في مربع واحد، هنا نسوي حرف الغين، حرف الغين مع حرف الياء في مربع واحد، في مربع واحد، وفي النهاية نكتب حرف الراء في آخر الكلمة، حرف الراء بهذا الشكل صغير. هنا فقط حرف المد والممدود هو ما يكون في مربع واحد. الكلمة الأخيرة عندنا في هذا السؤال بها، بها، هيا نذهب لنقوم بتحليل هذه الكلمة. حرف الباء في أول الكلمة، ثم يأتي عندي المد والممدود، هل ينفصل؟ أحسنتم بارك الله فيكم، المد والممدود لا ينفصل، نكتبه في مربع واحد. هذه هي الإجابة الصحيحة، وإذا جاء في كلمة مقطع ساكن أو الألف واللام أيضا نعلم جيدا أنها لا تنفصل عن بعضها، بل تكتب في مربع واحد. ننتقل لتدريب آخر وهو بعنوان أقرأ الكلمات الآتية ثم أكتبها. هنا سؤال يا أبنائي ذو شقين، الشق الأول هو قراءة الكلمات، والشق الثاني هو كتابة الكلمات في هذه المستطيلات الموجودة عندي. فنبدأ بالقراءة: غ، غزال، غزال، بارك الله فيكم، ها، أي أراكم تتسابقون لقراءة الكلمة. يرقض، يرقض، أحسنتم هذه الكلمة. مظلة، مظلة. الهواء، الهواء، ونقوم بكتابة هذه الكلمات، هيا معا لكتابة هذه الكلمة. فنكتب الكلمة الأولى معي، يلا، غزال. الكلمة الثانية يرقض. الثالثة مظلة. الأخيرة الهواء. إجابة صحيحة.
إذن قمنا بقراءة الكلمات ثم كتابتها في الأماكن المحددة. ننتقل إلى سؤال من أجمل الأسئلة، وهو أرتب الكلمات أو أرتب الجمل الآتية لأكون نصا. أرتب الجمل الآتية لأكون نصا. وفي هذه النوع من الأسئلة يا أبنائي لابد من قراءة النص كامل، قراءة جميع الجمل حتى يمكنني الترتيب. فنقرأ في الجملة أو العبارة الأولى: نسرا ينقض على غزال ويطير به بعيدا، شاهد الغراب الصغير. ها يلا في أذهاننا نقوم بالترتيب. أنا قرأت نسرا ينقض على غزال ويطير به بعيدا، شاهد الغراب الصغير. أحسنتم بارك الله فيكم. أول شيء عندي شاهد الغراب الصغير، ماذا شاهد؟ أحسنتم، نسرا ينقض على غزال. آخر شيء ويطير به بعيدا. إذن هذا هو الترتيب الصحيح. أقول نعيد الترتيب: شاهد الغراب الصغير نسرا ينقض على غزال ويطير به بعيدا. بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى نوع آخر من التدريبات، وهو أكمل الكلمة بالحرف المناسب. انتبهوا، هنا في هذه الكلمة كل الحروف التي جاءت في الخيارات هو حرف الغين، ولكن هل يا ترى حرف الغين بحركة الفتحة، أم حرف الغين بحركة الكسرة، أم حرف الغين بحركة الضم؟ هنا يلتزم علينا أن نقرأ الكلمة. نضع حرف الغين، الغراء، الغراء. تبين لنا أن الحرف المناسب هو حرف الغين بحركة الكسرة، حرف الغين بحركة الكسرة. إذن هو الذي في الوسط، الذي في الوسط هو المطلوب، حرف الغين في وسط الكلمة بحركة الكسرة. فنقول في يكون متصل من اليمين، نصله باللام، ثم نكتب حرف الغين، ثم نصل حرف الغين بحرف الراء مرة ثانية. هنا منظرها، الخيارات الموجودة عندي هي حرف الظاء، ولكن يا ترى هل حرف الظاء ظ أم ظي أم ظو؟ نقرأ الكلمة فنقول منظرها ظ ظ، نريد حرف الظاء في وسط الكلمة بحركة الفتح، فنقول حرف الظاء في وسط الكلمة بحركة الفتح، هنا بحركة في المثال الأول بالكسرة، بينما في المثال الثاني بحركة الفتحة منظرها. بقي لنا سؤالا واحدا في هذا التقويم، وهو أكتب ما يملى علي، وهذا نرجئه للمعلم إن شاء الله، فيملي عليكم إملاء اختباري وترسلون الدرجات إليه إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.